غيب الموت اليوم الأستاذ الصحفي والإعلامي الهرم والمنتج التلفزيوني بقناة الشروق وعدد من الفضائيات عمر حلاق. رحيله مثل فاجعة للوسط الإعلامي بالسودان. منع وزير الثقافة والإعلام والعاملون بالوزارة ووحداتها بمزيد من الحزن والأسى الإعلامي المبدع الأستاذ عمر حلاق الذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض. تحملها بصبر ويقين المؤمن، فشق نعيه على زملائه وأصدقائه الكثر في الوسط الإعلامي وفي قناة الشروق التي عمل بها قبل هجرته الأخيرة. وضع عمر حلاق بصمته المميزة على عدد من البرامج والأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومضى تاركا سيرة طيبة لمبدع خلاق وإنسان يتمتع بحب وتقدير من زملائه وأصدقائه.